للتطوير من المنظومة الملاحية الجوية، دشنت الإدارة العامة للطيران المدني مركز المحاكاة لنظام برج المراقبة النظام التشبيهي بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد. من ضمن التطوير اللي قاعد يقومون فيه الإخوان في الطيران المدني، وهو يعني أمور كثيرة منها تيرمينال 2 والمبنى الجديد للطيران المدني وغيره، جاءت جهودهم في عمل هذا المركز، ومركز تدريبي في أنظمة محاكاة تقوم بمحاكاة برج المراقبة وبرج التحكم كامل. والهدف منه هذا زيادة كفاءة العاملين في الطيران المدني في برج المراقبة. طبعا هذا أهم كذلك يتعدى حدود الطيران المدني، ممكن الاستفادة من المركز هذا في العديد من الأمور، منها طبعا تدريب الطلبة في الكليات والجامعات، تدريب المراقبين الجويين في دول الخليج ممكن أن يجون ويستفيدوا منه. نظام المحاكاة اللي شفناه نظام متطور جدا، يمكن الفريد نوعه في المنطقة، والذي يحاكي جميع الأحوال الجوية والأنظمة المختلفة في الأوقات المختلفة، سواء كان ليل نهار، شنو طبيعة الجو وحالات مختلفة للطيران طبعا. وهذا طبعا راح يزيد كفاءة العاملين في أبراج التحكم بطريقة متميزة إن شاء الله. هذا النظام التشبيهي الجديد والذي يشكل المفاهيم الجديدة في عالم الملاحة الجوية سيمكن من تطوير وتدريب ورفع كفاءة جميع مراقبي قطاع الملاحة في مطار الكويت الدولي. بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاذ بافتتاح مركز التشبيهي للمحاكاة لبرج المراقبة، الذي يعتبر من أفضل المراكز التدريبية في الشرق الأوسط. هذا المركز يهدف إلى تأهيل وتعزيز قدراتنا المهنية وتعزيز قدراتنا وكفاءاتنا الوطنية بما يخدم مصلحة الملاحة الجوية وكذلك الأرصاد الجوية. هذا المركز التشبيهي هو الفريد من نوعه في المنطقة، ونأمل بإذن الله فتح الباب لكل المتدربين سواء مراقبين جويين أو مراقبين الرادار لتطوير قدراتهم وكذلك لتعزيز قدراتنا في الإدارة العامة للطيران المدني لمواكبة كل التطورات العالمية التي يشهدها سوق النقل الجوي. الإدارة العامة للطيران المدني دائما تسعى للتطوير من أجهزة الملاحة الجوية والأحدث على مستوى المنطقة، وذلك للنهوض وتطوير كفاءة المراقبين الجويين الذين يعتبرون القلب النابض لعملية وسلامة حركة الطائرات. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.